شركة فورتنايت يا شباب حلل عليها الكرم، وهلأ صار معنا حفل جديد لح يعطينا لون أسلحة جديد كمان بشكل مجاني، ولح تعملنا حفلة كمان ناخد من وراها رأسة كمان بشكل مجاني، وكمان لح قلكن عن سعر الحزمة والآيتم شوب اللي قادم معنا بعد الحفل مباشرة. الحزمة اللي هي حزمة الصيف، أنا ما قلتلكن حزمة الصيف اللي زارة أمامكم بالصورة، لح قلكن قديش سعرها وإنت لح تنزل بعد كم يوم أو بعد كم ساعة. فإذا أنت أول مرة عندك تشاهد الفيديو على القناة بتعرف لايك سبسكرايب على القصص الحلوة هي، بتشكركم كلاتكم على الدعم اللي صار آخر فترة. كل الدعم بالآيتم شوب نيمو 9 اللي ظاهر أمامك، بتمنى أنك تدعمني لو حابب تدعمني طبعا، ويلا مع بعض. فلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. هلا قبل ما نبلش على الحفله اللي هلا احنا رح تكون موضوعنا بهذا الفيديو، رح احكي لكم على الحفله اللي انا حكيت عنها في فيديو ماضي. اللي ما شاف الفيديو يا شباب بتلاقوا الرابط تحت موجود تحت بالديسكريبشن، وبتلاقوا طلع لكم على اليمين او على الشمال باشاره تعجب، فوت عليه وشوف هذا الفيديو. هذا الفيديو يا شباب اللي انا شرحت عنه، حكيت انه في حفل جديد قادم معنا يوم 29 اللي هو رح يكون عرض تلفزيوني اللي اسمه وي ذا بيبل، انه نحن بشر ورح ناخذ من وراه راسه. يمكن الناس شافته هذا الشيء انا عم عيده هلا، بس اللي ما شافته روحوا شوفوا الفيديو مشان تحصلوا أن الرأسة خرافية جدا. وهلا خلينا نفوت لموضوع الفيديو تبعنا اللي هلا احنا لح نحكي عليه. لون الأسلحة الجديدة اللي ظاهر أمامك يا شباب، هذا اللون لح ناخده بشكل مجاني لما نحضر حفلة جديدة خاصة بالدي جي ديبلو. هذا الدي جي ديبلو يمكن إجا معنا قبل هلا، لح يعمل حفلة تانية يا شباب يوم 31 يوليو اللي هو بيكون يوم 31/7، يعني بعد تصوير هذا الفيديو تقريبا بثلاث أيام أو أربعة أيام بالضبط. لح يكون يا شباب هذا الحفل مدته نص ساعة بالضبط، لح يكون الساعة 9 بتوقيت الرياض، ولح يكون الساعة 8 بتوقيت مصر القاهرة. يعني هذا هو بالنسبة لتوقيت الحفل، 9 بتوقيت السعودية أو الرياض يعني بشكل عام، أو لح يكون الساعة 8 بالليل بتوقيت مصر. هذا هو بالنسبة للحفل. لح يكون وقت الحفل ممتاز، يعني على وقت العشاء أو وقت المغرب حسب أنت شو عندك، يعني على العشاء يعني الساعة 9 بالسعودية والساعة 8 بمصر، الوقت تبعه كويس. الحفل يا شباب لح يمتد نص ساعة، بس بالنسبة لو أنت مو حابب تحضر الحفل لأنه بيكون أيام عيد وما أيام عيد والقصص هي، لو أنت ما حابب تحضر الحفل تقدر تاخذ اللون كمان بشكل تاني. رح تاخذ اللون بشكل تاني مثل ما قالت شركة ايبك جيمز، مثل ما واضح امامك ضع الضوء يرشدك، هذا هو اسم السلاح او اسم اللون اللي حيكون. خذ الضوء معك عندما ينتهي العرض، سيقدم الغلاف ما بعد الحفل الموسيقي التفاعل الجديد مجانا لكل اللاعبين في فورتنايت عند المشاركة في اللعبة في اي وقت. لاحظتوا عند لعبة اي وقت، يعني انت لما تفتح يوم الجمعة يوم 31 يوليو الساعة 3 صباحا بتوقيت الرياض ليوم الاحد 2 اغسطس الساعة 3 صباحا بتوقيت الرياض، يعني لما تفتح اللعبة من يوم 31/7 ليوم 2/8 ان شاء الله بتحصل هذا اللون بشكل مجاني لكل الناس. يعني مو شرط انك انت تحضر الحفل، المهم انك انت تفتح اللعبة من يوم الجمعة 31 يوليو ليوم 2 اغسطس يوم الاحد الساعة 3 صباحا، يعني من شهر 8، يعني هذول اللي ذكرتهم ما رح ارد لكم اياهم. تمام لحد الان هذا هو بالنسبة للوقت، وهذا هو بالنسبة للون الجديد اللي ظاهر امامنا. هذا اللون اللي حيكون بشكل مجاني للجميع، هو هذا اللون حلو جدا لانه بيتحرك مو ثابت، هذا من النوع اللي هو بيتحرك وبتلاقي دائما السلاح عم يتموج او يعطيك الوان مختلفة، يعني بيضل عم يتحرك مو ثابت. الصراحة انا لقيت انه اللون حلو بيستاهل انزل عليه مقطع لحتى انا حكيت عنه. تمام لحد الان اي شيء بالنسبة للاوقات، لو انت حابب تعرف الوقت فوت على جوجل اكتب توقيت الرياض الان وشوف على جوجل قديش وقت الرياض او السعودية او توقيت مصر وشوف امتى انت دولتك. ولو حابب انت وما بتعرف هذا الشيء اكتب لي تحت، اكتب لي انت توقيت دولتي الاردن وانا بقول لك قديش بتكون الساعة عندك. تمام لحد الان بتمنى تكونوا استفدتوا بهالقصة. وبالنسبة للشيء الثاني يا شباب اللي بنحكي عنه اللي هي الحزمة اللي ظاهرة امامك، حزمة الصيف. هاي حزمة الصيف يا شباب رح تتوفر معنا خلال 24 ساعة من تسجيل هذا الفيديو، من يوم 27 ان شاء الله 24 ساعة ورح تتوفر. نزلت معنا على اي ستور ما بعرف، بس مثل ما ظاهر امامك نزلت على ستور ب 31 دولار، بس هي ما حتكون بهذا السعر يا شباب، هي 24 ساعة وبتنزل معنا بالنسبة لنا للسعودية ولمصر وللوطن العربي. ان شاء الله رح تتوفر هاي الحزمة معنا بسعر 20 دولار، ب 20 دولار ان شاء الله مو بسعر 31 دولار، 31 دولار كثير كثير مبالغ بسعرها. انا ان شاء الله مثل ما وصلت لبعض التسريبات ومثل ما حكوا بعض الناس انه رح تكون سعرها 20 دولار بالنسبه لامريكا، وبالنسبه للستوري اللي انا عامله عندي رح يكون سعرها 20 دولار.
فانت حسب الستور تبعك، بس متوقع مثل مظاهر امامك، في ستور نزلت عليه ب 31 دولار وفي ستور نزلت عليه ب 20 دولار بامريكا. فانا امريكا انا بالنسبه للستور عندي راح يكون سعره 20 دولار، يمكن متراوح سعره بين 20 دولار ل 30 دولار. هي الحزمه يا شباب، راح تنزل بعد 24 ساعه من تسجيل هذا الفيديو من يوم 27/7/2020. وبالنسبه للايتم شوب اللي حينزل بعد حفله ديبلو بالضبط، او راح يتغير وقت حفله ديبلو او قبل منها، يعني المتوقع انه هو يكون يوم الحفله لبعد يوم، يعني يا اما يوم الحفله يتغير ايتم شوب اللي هو ما بيكون اصلا وقته، رح ينزل يتغير لانه شركه فورتنايت احيانا بتغير الايتم شوب قبل ما يكون وقته وبتنزل شغلات جديده. مثل مظهر امامك هي هي الصور، رح ينزل معنا هدول السكنات وهي الباك بلينج وهذا البيكاكس، هدول هن اللي حيكونوا باسم النايت لايف اللي هو البارتي دايف وبارتي ستار ومدري شو والقصص هي، يعني كلياتهم بارتي وحفلات والقصص هي. هدول رح ينزلوا السكنات يا اما قبل الحفله بيوم بالضبط، يا اما رح ينزل وقت الحفله. المتوقع سعره هذا السكن 1200 في باكس تقريبا، هيك عم يقولوا. هذا هو نزل معنا بالايتم شوب، بس انا ما بعرف، ما انتبهت قد ايش سعره، يمكن يا 1200 يا في شيء ب 800 ما بتذكر بالضبط. يلي بيعرف قد ايش سعره نزل وقتها بالايتم شوب يكتب لي تحت بالتعليقات لحتى احط له تعليقه اول تعليق لحتى نقدر نشوف نفيد الناس ويستفيدوا الناس. تمام، لحد الان هذا هو بالنسبه لحزمه الصيف وتسريب سعرها ورح تتوفر معنا امتى، وبالنسبه لحفل ديبلو اللي حيعطينا لون اسلحه جديد، وبالايتم شوب اللي حيجي بعد حفله ديبلو او قبل حفله ديبلو بالضبط. فاتمنى يكون عجبك هذا الفيديو واستفدت بالمعلومات. كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 وبرعايه الله. حسب كده، وسع كده، دمي يا معرق، احنا عايزين بس نوقع الدمي. لا لا هلا الدمي بدنا لا نزلت صح. مين اللي جاب هذا؟ انا الاول. خلص طلعنا. لا لسه في هنا كتار، هنا منوعين كتار. حسبنا بالبي في حدا اسمه كتيت، انعادت من اولها. ابنا بدنا نعمل هالماب، بدنا نعمل عليها فعالية، شي حزمة وشي شغلة. مو هلا بدنا نكون اكثر من هيك، لازم تكون 16. انا راكب مخي لنوصل 16 واحد بعمل عليها فعاليه. انا هالمره بتعثرت اول شيء، ما عم 10000 هيلي انا. ايزي والله، ايزي ايزي ايزي. شوف انا الاول، ما حدا وراي. انا الاخير. ايزي والله، ايزي بوي. لا لا لا، مين هاد؟ مين معرق؟ هي هي بقى، عود بقى اعرفها. هي المفروض لما يجي الخط على الاخضر تتحرك، بس انا بدي الحق، بس مالي عارفان يمين ولا شمال. انا تعال نجرب الشمال. اوكي يا الله، بتحمل الشاشه عند صغيره. ايه ابنه، ايه يا عم ده؟ انا المشكله محتار وين انا، شمال ولا يمين اخذ. انا على الشمال. انا ما عم يحسبوا لي كلب، انا ما عم يحسبوا لي نقاط. لا انا هي خسران فيها هي. تاني انا والله جبت التاني، مدري شلون. شو هاي ستاند كولر؟ هاي كولر ناس والله.
لعبنا امبارح. اوه انا بس معي. طب وين الكولر بدنا نوقف عليه؟ حسب كده. بس اعلى من هاي. لا ما بول ما بول. صار في شكويف.